للوقوف عند واقع التعليم في العراق والمطالب بتعيينات جديدة بالملاكات التعليمية لسد النقص الحاصل، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، السلام عليكم. يعني لنبدأ من مصادر في وزارة التربية تؤكد حاجة العراق إلى أكثر من 5000 معلم بشكل عاجل، لكن هنا في هذا السياق لماذا تترك الحكومة في العراق القطاع التعليمي بهذا العجز الحاصل في مدارسها؟ ما السبب في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولقناة الرافدين. ملف التعليم في العراق ملف شائك ومعقد، وبنفس الوقت هو واضح من خلال سير الوزارات المتعاقبة على وزارة التربية. لها هدف مرسوم تحققه عبر المراحل 20 سنة اللي مضت. أوصلت العراق إلى حافة 47% من الأمية حسب تقارير اليونسكو. القضية الأخرى قضية أنه الآن من تحتاج 6000 و5000 معلم بشكل عاجل. أين كانت وزارة التربية خلال الفترة الماضية؟ هناك مدرسة للعلم في الموصل الآن مدرسة فيها 1400 طالب، هي مدرسة كرفانية يتعاقب عليها 7 معلمين فقط، 7 معلمين. في أي نطاق من نطاق التعليم يمكن أن ندرج هذا؟ هو الإهمال المتعمد وليست الإهمال نتيجة التقصير، أو لأن هناك خطة مرسومة للتعليم في العراق هو التشييد المتعمد لجيل قادم، وهذا الجيل هو الذي سيدفع ثمنه العراق بالمستقبل، لأنه لا يمكن أن تترك وزارة التعليم للمدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة بهذا الشكل. نعم. المدارس الطينية، قلة الكادر التدريسي، وبنفس الوقت لا توجد تعيينات. لاحظ أنت التناقض ما بين الطرف وما بين مضمون العملية التربوية واقعيا، أنه هناك لا توجد تعيينات للمعلمين، هناك كثير من الخريجين بدون عمل، وبنفس الوقت هناك نقص في الكادر التعليمي للمعلمين. إذا هناك خطة مدروسة لهذا الأمر وليس عشوائية. طيب دكتور، أو مرتبطة بشيء آخر. دكتور، لو تحدثنا عن جانب من الحلول، تعتقد أن تعيين المعلمين الجدد بداية لحل الاختناق الحاصل في المدارس، خاصة هناك مدارس يعني دوامها ثلاثي وثنائي ومستمر على هذه الوضعية؟ هو شوف، لو أرادوا الحل موجود. يعني أنت عندما تكون هناك عندك نسبة كبيرة من الخريجين ونسبة الأطالة تصل إلى 60% من الخريجين، إذا هناك إمكانية لتوظيف هؤلاء ودفعهم في العملية التعليمية بدورات بسيطة، لأنه هؤلاء الخريجين ليس كلهم هم ممن تخرجوا حديثا أو ممن لديهم خبرات في التدريس، ولكن هؤلاء يسدون النقص على الأقل، وتأخذ العمليات التدريبية للكادر التدريسي في المدارس الابتدائية والثانوية. نعم. لكي يصلوا إلى المستوى المطلوب، ولكن لا توجد النية أصلا. يعني لو الآن لما نقول هناك حاجة عاجلة، يعني هذا الكلام بحد ذاته هو تغمى إلى وزارة التربية، لأنه القضية ليست قضية وليدة اليوم. يعني أنت الآن تذكرت لديك حاجة، والمظاهرات التي خرج الخريجين خلال السنوات الماضية يطالبون بالتعيينات ولا أحد يسمع. إذا هناك نية مبيتة على هذا الأمر. نعم الحل موجود، ولكن لا يريدون اتخاذ الحلول. دكتور، ما الذي يمنع الحكومة من وضع خطة للنهوض بواقع التعليم؟ ما المعوقات؟ المعوقات هناك حقيقة سنية مبيتة للتدشين المتعمد في العراق، وهذه سياسة متبعة منذ 2003 ولحد الآن. لاحظ مستوى الانحدار في المدارس، مستوى الانحدار في التعليم، مستوى العدد الطلاب المتسربين، كل هذه الأمور موجودة لأن هناك نية مبيتة من قبل الحكومة والحكومات المتعاقبة على إهمال التعليم بشكل عام. نعم دكتور، على مستوى الكتاب المدرسي على مستوى الكتاب المدرسي وطباعتها، تعتقد أن بلدا بحجم العراق يحتاج إلى طباعة المناهج الدراسية في الخارج؟ هل هناك ضرورة ملحة؟
لا، هذا الموضوع ناقشناه سابقا، موضوع انه لا توجد مطابع في العراق. هذا الكلام كله حقيقه يندرج ضمن الفساد المالي الذي عندما يطبع الكتاب في العراق لا توجد هناك فتاوات ولا توجد فشاوي، عندما يطبع بالخارج هناك جزئين، جزء دعم للجهات معينه باوامر ايرانيه والمرتبطين بالميليشيات الايرانيه والمرتبطين بالنظام الايراني، ولاحظ اين تطبع الكتب؟ تطبع في لبنان، اذا ما هذا دعم لحزب الله اللبناني وباوامر ايرانيه، اذا وبنفس الوقت هناك الفساد الاداري والدعم المالي لكي يسهل تسريب العمله العراقيه بحجه طبع الكتب ودعم جانب معين في لبنان او في اي دوله اخرى. هذا الامر اصبح واضح، يعني ليس لا يحتاج الى دليل، لانه لو اردنا ان المطبعه ليست علم اللاهوت، يعني مطابع جلبها وان تمتلكها وزاره التربيه كما كانت سابقا، متى كانت تطبع المناهج العراقيه خارج العراق في اي زمن؟ يعني قد يسال انفسهم، يعني المسؤول علي ان يجلس امام ضميره ولو للحظه ويقول لماذا لا نوطن المطابع العراقيه ونجعل تابع لوزاره التربيه لطبع المناهج. وهذا موضوع ليس منقطع، موضوع مستمر، يعني ليس مساله نحتاج هذه السنه وتنتهي، هذه سنوات متتاليه، والموضوع لا يحتاج الى حقيقه الى جهد كبير في التخطيط والتنفيذ، ولكن لا توجد نيه صادقه لهذا الامر، لانه الفساد الاداري هو الذي يسيطر على هذه العمليه منذ البدايه وحتى النهايه. طيب دكتور، اذا ما تحدثنا عن مستقبل الاجيال، هناك يعني كما تفضلتم بذلك وقراناه في الاخبار، هناك 47% لا يعرفون القراءه والكتابه، في هذا الاطار اين يتجه العراق في ظل الاهمال للعمليه التعليميه؟ كيف تنظر الى مستقبل الاجيال؟ هي هذه الخطوره حقيقه، القنبله التي يخطط لها للعراق، لان عندما يكون مستوى التعليم بهذا الحجم وتكون الاميه هي السائده، لانه الاحزاب التي اتى بها المحتل تعتمد على قياده الجاهل افضل واسهل من قياده الجيل المتعلم، يعني الجيل المتعلم يخلق مشكله انه يفكر ويتكلم بالحلول المنطقيه ويحلل ويستخدم عقله، اما الجاهل قيادته سهله ودعمه ودفعه بالاتجاهات التي تريد هذه الاحزاب سهله، لانه هذه الامور حقيقه تنطبق عليها قاعده اذا كان المخطط جاهل والمنفذ جاهل فهذه كارثه. واذا كان المخطط جاهل والمنفذ عالم فهذه كارثه، فهم بالعكس يجب تجهيل المجتمع بشكل كامل، وهذا الرقم مخيف، يعني عندما نتحدث عن 47% اميه في العراق الذي كان خلا من الاميه في ثمانينات القرن الماضي. هذا الموضوع حقيقه متعمد وخطير، لانه من سيقود العراق ومن سيقود الصناعه العراقيه والزراعه العراقيه ومن سيقود الاجيال القادمه في بعد اذا تولوا هؤلاء الامور في بلد مثل العراق؟ الامر خطير وخطير جدا. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.